من أعظم وأهم المخترعين في العالم، قدر في سن صغير قوي يحقق نجاحات ضخمة وعظيمة. ما وقفوش إن اتطرد من المدرسة وتوصف بإنه فاشل. أبرز اختراعاته المصباح الكهربي. توماس إديسون كان عنده صعوبات في التعلم، وصعوبات التعلم هي حالة بينتج عنها تدني مستمر في التحصيل الدراسي للطالب. أوقات السبب بيرجع للجينات أو عيوب خلقية، أو بسبب حوادث، أو بسبب عوامل مختلفة من البيئة. من صفاتهم القوية إن ذكائهم فوق المتوسط، لكن بتواجههم تحديات بتكون في القراءة أو الكتابة أو الحساب، وفي الغالب كمان بتكون في الفهم والانتباه والتركيز. طفل صعوبات التعلم استثنائي، بس بيحتاج تفهم والديه والمحيطين بيه، تشخيص من متخصص وتدخل مبكر، كمان برنامج تعليمي خاص، وهيفرق معاه جدا وجود تعاون بين المدرسة والبيت. الدراسات العلمية بتأكد إن نسبة انتشار أطفال صعوبات التعلم في المدارس من 5-10% في أي مجتمع. وإنت النهاردة تقدر باختيارك تساعد طفلك وتخلي حياته أحسن. لو عايز تعرف أكتر، تابعنا في أعظم من ملاك.